لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ولا ند له، الند هو المثيل أيضا، الند هو المثيل. وجعلوا لله أندادا، جمع ند وهو المثيل، جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نعم، فالذين عبدوا الأصنام جعلوها أندادا لله، مشابهة لله، وإلا كيف، لماذا عبدوها؟ ولهذا يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعترفون أنهم سووهم برب العالمين في الدنيا فاستحقوا النار يوم القيامة من باب التحسر. والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يساوون به غيره، يساوون به غيره من المخلوقين. نعم.